كرة القدم فيها وعليها يحدث فيها العجب. أي نعم الفريق المصري فريق محترم لم يسرق نتيجة لقاء الذهاب، ولكن الوداد المغربي لعب واحدة من أسوأ مبارياته في خلال هذا الموسم، لم تكن أسوأها في منافسة قارية ارتكب فيها خطأ الفادحة في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الأول، كلف هدفا ضيع ضربة جزاء وتلقى هدفا ثانيا من ضربة جزاء أمضاها وسجلها. المدافع الغايب عن المباراة اليوم عن تشكيلة الأهلي، مدافع المهاجم الفنان المتميز صانع الفارق علي معلول، واحد من أفضل المدافعين على الصعيد العربي والإفريقي في الموقع الذي يلعب فيه، سيعوضه أحمد فتحي بإشارة القائد في مباراة اليوم. البلد من العمر 36 سنة وسيقوده محمد الشناوي، انطلاقة من عمر الصولية كرة خطيرة ووضع التسلل يشير لها الحكم المساعد من مروان محسن. الإعادة مرة ثانية، ليميت لا تقريبا ما فيش وضع التسلل، تقريبا ما فيش وضع التسلل، ومروان محسن سجل الهدف والحكم أتصور بأنه سيحتسب هذا الهدف لصالح جول. هدف أول للأهلي، هدف أول للأهلي من مروان محسن في الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الأول. كل هذا السيناريو ما فيه ولا حلاوة، يعني تنتظر خمس دقائق، حكم المساعد رفع الراية، مش عارف الحكم المساعد لما رفع الراية، أنت لما ترفع الراية ويشوفك الحارس معناها أنه يتوقف، مش عارف. أوكي ليس هناك وضع تسلل في اللعبة هذه، سبحان الله دائما المشاكل على المستوى القاري وبين الأندية العربية بالدرجة الأولى، دائما نتورط في مشاكل لا لها لا بداية ولا نهاية، هنا ما فيش وضع تسلل، خلونا نقولوها، ولكن الحكم المساعد يرفع الراية، لما يرفع الراية الحكم المساعد الحارس قد يتوقف عن اللاعب، يعتقد بأنه وضع التسلل، لو لم يرفع الراية أعتقد هذا الذي يشتكي من أجله أحد المسيرين أو المساعدين في نادي الوداد المغربي، يقول لك الحكم المساعد ارفع الراية فحارسنا توقف، أوكي قد يقول بانه الحارس يقول لا انا شفت الحارس شفت الحكم المساعد رافع رايه وضع التسلل. مشكله والله مشكله، ولو انه الهدف صحيح وصريح ليس هناك وضع التسلل، ولكن الحكم المساعد رفع الرايه وفي القانون. بطل افريقيا 2019 الترجي التونسي ووصيف بطل الدوري المغربي نادي الرجاء الاهلي. ينفذ التماس، الحكم ينذر اللاعبين، لا اريد احتكاك، هاي كره مغربيه، محاوله التسديد من كاسونغو، رجعت للخلف والافشه، ارجع للخلف على المتلعب لي من هنا، اوبا اوبا رائع 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 الكره هذه من احمد فتحي، الحارس الشناوي يخرجها بمقبض يده بعد هذه الكره من بديع اوك، والانطلاقه السريعه من هنالك عليو ديانغ، سريع عليو ديانغ، كره خطيره، راح محسن، راح مروان محسن، راح مروان، المراوغه رائعه، المراوغه رائعه، والتسديد بابا رائع، وجول عالمي هذا الجول يا حسين يا شحات يا سلام، دخل بيت الوداد كما يريد، راوغ وسدد فسجل جول، لعبة من أروع ما يكون من اليو ديانغ، حسن الشحات من هنالك على الجهة اليسرى يعبث بالمدافع والحارس ويسجل هدف ولا أروع. الجول الثاني للأهلي أمام الوداد هنالك في القاهرة، 4-0 صارت النتيجة، يا سلام عليك يا اليو ديانغ، أوي 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 ليس هناك وضع تسلل مرة ثانية، حسين الشحات وهرباته ومراوغاته ولعباته ورقصاته، يا سلام حطها كما أراد، راوغ وسجل كما يريد حسين الشحات بالبراءة والروعة، يا سلام أوب المراوغة وخرج أمام الحارس وحطها على يمينه مسجلا هدفا ثانيا للأهلي، يا سلام الأناقة والروعة والبراعة في ختام اللقطة والمراوغة الأولى هنا كانت من أروع ما يكون هنا من أمام يحيى عطية الله ومن أمام الحارس أحمد رضا التاغناوتي، هدفان مقابل صفر صارت النتيجة للأهلي أمام الوداد، قضي الأمر نعم قبل نهاية المباراة. هدف الثالث لصالح الأهلي مباغت، يا سلام
أمام دفاع يتفرج وكرة بالرأس مباغتة وهدف أول لصالح الأهلي من ركنية، ثالث أهداف الأهلي بروعة هذه المرة. الارتماء من قبل أحمد رضا التاجناوتي لم تكن كافية لسد هذه الكرة، كنا نتوقع بأن الركنية لن تأتي بهكذا هدف بهكذا طريقة. أمام دفاع يتفرج والارتقاء الرائع من هنالك عن طريق المدافع ياسر إبراهيم الذي يسجل ثالث أهداف الأهلي في وقت أحدث الوداد ثلاث تغييرات. يأتي الجول 3-0 صارت النتيجة، الركنية من قبل حسين الشحات من هنالك والارتقاء الرائع من ياسر إبراهيم مسجلا ثالث أهداف الأهلي، صارت النتيجة ثقيلة الآن 3-0 5-0 في المجموع. طبعا في الكرات الثابتة لما يكونوا المدافعين كلهم واقفين، نتكلم على هذا المستوى، يأتي مدافع مثل ياسر لما يحاول التسديد التغطية الدفاعية والانطلاقة في الهجمة المعاكسة، محمد مجدي أفشى يلعب على اليو ديانج، وصلت من هنالك لأحمد الشيخ، أحمد ومحمد هاني ضاعت الكرة والانطلاقة في هجمة المعاكسة، محاولة التسديد بابا 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 رائعة، هدف ولا أروع. نعم يا سلام، المترجي يتمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح الوداد. يا سلام، زهير المترجي استرجع كرة وسددها على يسار الحارس علي لطفي مسجلا هدفا رائعا. من حسن حظنا شفنا 4 أهداف كلها رائعة اليوم، هذه التسديدة ولا أروع من قبل اللاعب زهير المترجي. أوي 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 أوي. تفرج عليها علي لطفي، هذه التسديدة القوية الرائعة جدا. نعم، هدف أول